يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا حدث منكر أمامي فسكت، فهل أعد ممن كتم العلم؟ المنكر كما علمتم في الحديث، من قدر على إزالته باليد يزيله، ومن لم يقدر يزيله باللسان يبين أن هذا لا يجوز وأن هذا منكر وينصح من حصل منه يعظه، فإذا لم يقدر على هذا ولا هذا ينكره بقلبه، يكره من فعله. نعم.